السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن تفسير ودلالات حلم بابا عروج اللي إن كان في الحلقه السادسه. ان شاء الله بكره هينزل تحليل للحلقه السادسه والسابعه مع بعض وتوقعات الحلقه الثامنه، يعني هتبقى حلقه قويه ان شاء الله وفيها شغل كبير جدا وشغل عالي هتبسطكم باذن الله وكلام مهم وتوقعات مهمه جدا، فانتظروا الحلقه دي هتنزل بكره على طول باذن الله. ولكن في حلقتنا النهارده زي ما قلت هركز بس على الحلم بتاع بابا عروج، لان احنا عارفين ان الاحلام في الدراما مهمه جدا وبيبقى ليها دلالات قويه في القصه. الثوابت التاريخيه ثابته ولكن الدراما بتحكم، بمعنى ان ممكن الدراما تغير حاجات في التاريخ يعني بما يناسب جو الدراما عشان خاطر يجذبك انت كمشاهد ويديك الحماس ويديك الاستمرارية في مشاهدة المسلسل ومشاهدة الاحداث، يعني بيبقى هي او بيخدم الحبكة الدرامية اللي بيبقى المؤلف والمخرج مركزين عليها او هدف المسلسل يخدموها، فبالتأكيد بيغيروا في بعض الحوادث التاريخية، ولكن الثوابت زي ما قلت بتبقى ثابتة. فيما دون ذلك بيتم تغيير بقى كل حاجة بما يخدم الدراما. طريق الفتوحات اكيد كله تضحيات واكيد كله استشهادات، هو ده اللي هم عايزينه، يعني هم الناس دي كانت هدفها هو يعني نشر الاسلام ونشر كلمة الله ونشر وان هم يفتحوا دول غير اسلامية وينشروا الاسلام فيها يا اما الشهادة، فطبيعي ده هيحصل وده هيحصل. وبابا عروج من يعني الشخصيات اللي معروفة تاريخيا اللي ليه فتوحات وليه معارك كبيرة جدا ومعارك قوية جدا جدا، اكيد الطريق ده كله كان مليان برضو بتضحيات منه، ناس استشهدوا ورفقاء ضربوا استشهدوا. شفنا في الحلقه الخامسه والدرويش بيكلمه يعني ايه بيوجهه نحو الفتوحات وهو خلاص قرر ان هو نحو الفتوحات وركز كده مع الطاقم بتاعه، فخلاص هو بقى كل تركيزه ان هو ماشي في طريق الفتوحات. بيجي الحلم ان هو ماشي مع رفقائه كده في معركه كبيره جدا، ولكن ده كانت صعبه بشكل كبير، ولكن بيشوف السلطان محمد الفاتح، والسلطان محمد الفاتح بيقول له يعني ليه انت في عبء كبير عليك، فبيقول له ان هو مستصعب الامور، والسلطان محمد الفاتح بيدي له امل وبيدي له يعني دفع كده نحو الانطلاقات وان هو يسعى في الفتوحات بتاعته وربنا يعني هيقف معاه وهيكرمه وهينصره في فتوحاته وبيسلمه رايه الفتح. حاجة واضحة في الإعلان خلاص، ولكن بقى ده يعتبر ملوش يعني ده حاجة معروفة ان هو اكيد كده الفتوحات اللي هو هيعملها. ولكن الحلم بيدينا نظرة عن مستقبل المسلسل وعن مستقبل عروش في المسلسل، وهو ان هو اكيد هيبقى واحد من القادة الكبار، فشفنا تغير ملابسهم في الحلم بيدل ان هم بقى ليهم منصب والملابس اتغيرت بشكل كبير جدا، وهعرض لكم الصور موجودة في الصور طالعة على الشاشة، تغير كبير من الملابس، واضح جدا ان هو خد منصب مع العساكر اللي معاه ورا غير الجنود بتوعه غير رفقاء ضربه مع العساكر تانيين، تحس ان هو خد منصب مثلا من المماليك، خد منصب من العثمانيين ايا كان، ولكن هو في منصب. مش هتكلم تاريخيا خلاص بقى، بلاش نتكلم في الوقائع الاساسيه، لا انا بتكلم من ناحيه الدراما كان ده مسلسل مثلا من وحي خيال المؤلف وبنبني عليه التوقعات بتاعتنا، فالحلم بيدل ان هو مستقبلا هيبقى هيفتح دول كتيره وهيفتح فتوحات كتيرة وهيبقى له منصب كبير، واضح جدا من تغير الستايل بتاعه من تغير الملابس بما يعني الواحد بيبقى بيلبس بما يناسب المنصب اللي هو موجود فيه، فتغير بشكل كبير الملابس بتاعته. طبعا ده غير الاخراج اللي بتاع الحلم مع المخرجين الجداد، اخراج عظمه يعني هنتكلم عن كل ده في حلقه بكره باذن الله بالتفصيل، لكن زي ما قلت ده. طب ليه موتوا ثلاثه من رفقاء ضربه؟ زي ما قلت طريق الفتوحات مليء برضه بالخسائر ومليء بالاستشهادات ومليء بالشهداء، فطبيعي جدا ان هو في الطريق ده هيخسر الناس المقربين ليه، وده هتبقى نقطة تحول في حياته، يا إما هيتأثر بالاستشهادات دي ويعني ويحيد عن طريقه، يا إما هيكمل في طريقه، هيكمل في طريق الفحات ويفضل مكمل فيه. عشان كده بيظهر لك في الإعلان إن هو هيموت رفقاء ضربه، ولكن هو عروج هيستمر نحو راية الفتح ويستمر نحو الفتح والفتوحات، على الرغم من إن هو ممكن يفقد حد عزيز عليه جدا وهو أخوه، وفقد أخوه مع اتنين من طاقمه اللي هم رفقاء ضربه اللي موجودين معاه على طول،
فدول ناس عزاز عليه جدا، فهو هيفقدهم وبرضه مش هيحيد عن هدفه وهيكمل في فتوحاته برضه. ده بشكل سريع كده مجمل الحلم وتفسيري للحلم اللي ظهر فيه بما يناسب الدراما وبما يناسب يعني ترتيب المسلسل. بس حبيت اعمل عنه حلقه لان في ناس كتير سالت عنه، هو بالفعل مهم جدا وزي ما قلت بيكشف لنا احداث كبيره ووقائع كتير هتحصل معانا في المستقبل. انتظروا باذن الله تحليل كامل للحلقه السادسه والسابعه بكره باذن الله على طول، تبقى حلقه قويه وحلقه نتكلم فيها بكل التفاصيل لان في كلام كتير لازم هنتكلم عنه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. وما تنساش ان انت تتابعني على الانستجرام لاني بنزل عليه مواعيد الحلقات وبجاوب فيها على اسئلتكم وبتفاعل معاكم فيه بشكل كبير جدا، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.